تواصلت السبت المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في محيط مطار دوناتسك شرقي البلاد، وأعلن الجيش الأوكراني أنه صد هجوما عنيفا مدعوما بالدبابات شنه الانفصاليون في محاولة للسيطرة على المطار رغم الهدنة الموقعة بين الطرفين قبل 8 أيام. وفي مدينة ماريوبول جنوب البلاد، هرع المئات من السكان القاطنين قرب مناطق المواجهات إلى المخابئ هربا من المعارك التي باتت رقعتها تتسع شيئا فشيئا في المدينة. هذه السيدة تقول: نحن هنا في منطقة قريبة من خط المواجهات ونضطر غالبا للنزول إلى المخابئ. بتنا نعلم أين يمكننا الاختباء في حال تجددت المعارك. في ماريوبول كذلك، والتي لا تزال تحت سيطرة النظام في كييف، تظاهر المئات من السكان في مسيرة سلمية دعما لوحدة البلاد، كما دعوا روسيا للتوقف عما أسموه التدخل في شؤون بلادهم ووقف الحرب.